مباركة يا مملكة الآب والابن والروح القدس لا نقل وان وإلى دار دائرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب كيريا لا إيسو السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب كيريا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب كيريا بطريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب كيريا إليسون من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم وبوزارتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب كيريا إليسون من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب يا رب في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنين والمختربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب كيريا ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب رحم وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك كيريا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين خلصينا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس
لنا كل آن وإلى الدار دائرين. آمين. الرب قد ملك والجمال لبس، لبس الرب القوة وتمنطق بها بشفاعة والدات الليلة يا مخلص خلصنا، لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع بشفاعة والدات الليلة يا مخلص خلصنا. من ذا الذي يحدث عن عظائم الرب؟ من ذا الذي يخبر بجميع مدايحه؟ بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. وخلصهم من أيدي المبغضين وأنقذهم من أيدي الأعداء. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. آمين. بشفاعة والدة الليلة يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيري إلهي وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب. إنا لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. أمين. فليقروا للرب بمراحمه وبعجائبه لبني البشر. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. وليعظموه في مجمع الشعوب وليسبحوه في مجلس الشيوخ. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. عنا الرب إلى المتوكلين على رحمته. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. يسمعني المعتقلين ويحفظ أبناء الميتين. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير معي، لقد قابلت أن تتجسد من أجلي خلاصنا من القديسة والدة الإله دائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا،
وبموتك وطئت الموت، وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا إيسو، اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الفائقة والدة الإله خلصينا، مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب أتي أغاثوس كيف الأنثروبوس يواسي باركيس كيسي تنظوكسان أنا بابومين του Πατρί και του Υιού και του Υιού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. لنسبح نحن المؤمنين ونسجد للكلمة المساوي للأب والروح في الأزلية وعدم الابتداء المولود من العذراء لخلاصنا، لأنه سر بالجسد أن يعلو على الصليب ويحتمل الموت وينيض الموت بقيامته المجيدة. لنسبح نحن المؤمنين ونسجد للكلمة المساوي للأب والروح في الأزلية وعدم الابتداء المولود من العذراء لخلاصنا، لأنه سر بالجسد أن يعلو على الصليب ويحتمل الموت وينيض الموت بقيامته المجيدة. لنسبح نحن المؤمنين ونسجد للكلمة المساوي للأب والروح في الأزلية وعدم الابتداء المولود من العذراء لخلاصنا، لأنه سر بالجسد أن يعلو على الصليب ويحتمل الموت وينيض الموت بقيامته المجيدة.
الكلمة المساوي للأب والروح زكريا وعدا الابتداء من العذراء لخلاصنا لأنه سر بالضد أن يعلو على الصليب لا يعتني الموت وينهض الموت بقيامته المجيدة لصورتك الطيرة نسجد أيها الصالح طالبين مغفرة ذنوبنا أيها المسيح الإله لأنك ارتضيت أن ترفع بالجسد على الصليب طوعا لتنجي من عبودية العدو الذين جبلتهم فلذلك نتيف إليك بارتياح لقد ملأت كل الخلائق فرحا يا مخلصنا بمجيئك لخلاص العالم لقد بزاغ ثمات السابق من جوف الأرض فأشرقت للمؤمنين بأشعة الأشفية وعدام البلاء ويتجمع جماهير الملائكة من العلا وتدعو كل جنس البشر من تحت للاجتماع معا لكي يمجد المسيح الإله بأصوات متفقة السلام عليك يا والدة الإله العذراء الممتلئة نعمة لأنه منك أشرق شمس البر المسيح إلهنا ينير الذين في الظلام فافرح وابتهج أنت أيها الشيخ الصديق لحملك على ذراعيك محررا نفوسنا ومنيحنا البعث والقيامة إني أنا مدينتك يا أطيقنا من أصنافك
شدائد حتى أصلح إليك إبراهيم يا رسول إلى الرب نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والإب والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. إلى الرب نطلب يا رب ارحمنا. أيها الإله القدوس المستريح في القديسين الذي يسبح السرافيم بأصوات ثلاثية التقديس ويمجده الشيروبيم وتجود له جميع القوات السماوية، يا من أخرج كل الأشياء من العدم إلى الوجود وخلق الإنسان على صورته ومثاله وزينه بجميع مواهبه، يا من يمنح للطالب حكمة وفهما ولا يهمل الذين يخطئون بل وضع توبة للخلاص، وقد أهل نحن عبيده الأذلاء غير المستحقين أن نقف في هذه الساعة أيضا أمام مذبحه المقدس وأن نقدم له السجود والتمجيد المتوجب له. أنت أيها السيد تقبل من أفواهنا أيضا نحن الخطاة تسبيح المخلق التقديس، افتقدنا بصلاحك واغفر لنا كل ذنوبنا القوائية والكلية، قدس نفوسنا وأجسادنا، نحن نعبدك بالبر كل أيام بشفاعة القدوس والدة Roar!
اطلع من السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة والصحام التي يمينك غرستها. يا سنين عديدة يا سيد. Και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτευσεν η δεξιάν σου. Εις πολλά حسن العبادة. يا رب خلص حسن العبادة.
الأب الأقدس الطوباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين وسوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة. Θεοφίλου του Μακαριώτα του Θεοτά του και Καπαναϊώτα του Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Σιών Θεοφίλος الأب الأقدس الطوباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقنا الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة. كريستوفوروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كيرياكوبوليس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدة. كريستوفوروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كيرياكوبوليس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورأينا لتكن سنوه عديدا. كريستوفوروس الأب الأقدس الطوباوي والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس سقيفة على مدينة كيرياكوبوليس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا فلنصغي لأنك عدل في كل ما صنعت بنا حكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبراني حكمة فلنصغي يا إخوة بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابناً لابنة فرعون مختاراً الشقاء مع شعب الله على التمتع الوقتي بالخطيئة ومعتبراً عار المسيح غناً أعظم من كنوز مصر لأنه نظر إلى الثواب وماذا أقول أيضاً إنه يدير
كفرت عن جدعون وباراق وشمشومة ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا الممالك وعملوا البر ونالوا المواعد وسدوا أفواه الأسود وأطفأوا حدة النار ونجوا من حد السيف وتقاووا من ضعف وصاروا أشداء في الحرب وكسروا معسكرات الأجانب وأخذت نساء أمواتهن بالقيامة وعذب آخرون بتوتير الأعضاء والضرب ولم يقبلوا بالنجاة ليحصلوا على قيامة أفضل وآخرون ذاقوا الهزء والجلد والقيود أيضاً والسجن ورجموا ونشروا وامتحنوا وماتوا بحد السيف وساحوا في جلود غنم ومعز وهم معوزون مضايقون مجهودون ولم يكن العالم مستحقا لهم وكانوا تائهين في البرار والجبال والمغاور وكهوف الأرض فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا المواعيد لأن الله سبق فنظر لنا شيئا أفضل أن لا يكمل بدوننا سلام لك أيها القارئ ولكافة الشام هللويا حكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس السلام لجميعكم فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر مجد لك يا رب المجد لك فلنصغي في ذلك الزمان أراد يسوع الخروج إلى الجليل فوجد فيليبوس فقال له اتبعني وكان فيليبوس من بيت صيدا من مدينة اندراوس وبطرس فوجد فيليبوس نثنائيل فقال له إن الذي كتب عنه في ناموس موسى والأنبياء قد وجدناه
وهو يسوع بن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ فقال له فيلبس: تعال وانظر. فرأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حق لا غش فيه. فقال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن يدعوك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: لأني قلت لك إني رأيتك تحت التين آمنت، إنك ستعاين أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، إنكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون. على ابن البشر. محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد. أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الأب، يا الله افدينا الفاتي والحمد. إلى الرب نطلب يا رب ارحم. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقاً أن يتقدم إليك ويدنو منك ويخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن، رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضاً، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنساناً بلا استحالة ولا تغير، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية، بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض. أيها الرب إلهنا، رب السرافيم وملك إسرائيل المستوي على العرش الشرومي، يا من هو وحده القدوس المستريح في القديسين، فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال، وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير، وتجعلني كفءاً بقوة روحك القدوس وأنا لابس نعمة الكهنوت، لأن أتمثل لذى مائدتك هذه المقدسة وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم. لأني إليك تقدم حانياً عنقي وأطلب إليك، فلا تصرف وجهك عني ولا تردني من بين غلمانك،
لكن أهلني بأن تقدم هذه القرابين على يدي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع بيك الذي لا بد له الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى الله Thank you.
المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسي ليذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. جميعكم مع جميع المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في الكنيسة المقدسة مع نساء وأولاد كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. وبطريركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة الشمامسة الرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح المتروبوليت فينيديكتوس إخوتي وشركائي في الخدمة الإيكونوموس إبراهيم بطرو بولوس وبطروس رعاة هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية المحروسة من الرام الشماس سوفرونيوس والراهب صابان جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والمحتفلين بهذا العيد البهيج والذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة
مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء، والذين في الأمراض والضيقات والشدائد والأحزان، الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والكوارث والحروب والحريق، والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا صدق نودك يا لا يذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين لا نقلا وإلى دار دائرين. آمين. الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا البطريرك ثيودوروس، المتروبوليت أرستوغولوس وقسطنطين، مع رئيس الأساقفة سيلفستروس، مع جميع رؤساء الكهنة الذين خدموا هذه الأبرشية وأبرشية كيرياكوبوليوس، السالف ذكرهم، مع الكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات الذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة، مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا، مع عبيد الله سعاد رؤوف أمل، ليذكر فوزي، ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. كحلوتكم وشموسيتكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن. يؤازرني في الخدمة جميع أيام حياتي. في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. إلى سنين عديدة كرم الموضوع إلى الرب نطلب يا رب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب غضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً
مقدسا سلاميا وبلا خطية من الرب نسأل. استجب يا رب. ملك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من الرب نسأل. غفران خطايانا والصفحة عن ذنوبنا من الرب نسى. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسى. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسى. استجب يا رب. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسى. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا أبنائي كل سنة وانتو سالمين. اليوم أول أحد اللي هو أحد الأرثوذكسية، بس بدي منكم اليوم نحن أمام كل هاي الأوبئة والأمراض والضيقات والشدائد اللي منمر فيها والعالم كله بيمر فيها، نحن بس منرفع صلاة. اليوم الأحد الأول من الصيام والكنيسة رتبت إنه يكون قداس القديس باسيليوس الكبير. رح أقرأ الأفشين علناً حتى كلنا نصلي مع بعضنا البعض. قوة الصلاة هي اللي رح تحمينا، مش الخوف والذعر من الأمراض. ما منا نخاف من شيء، منا نكون مع المسيح والمسيح بحمينا. هاي هي قوة الكنيسة وقوة إيماننا المستقيم الرأي. بطلب من أبنائي المرتلين ترتيل سريع بده يكون، لأنه الأفشين طويلة كتير. بدي أولادي الصغار كمان يكونوا قريبين منا، الصغار اللي بحبهم كتير لأنهم صلاتهم هي كتير مهمة أكتر منا كلنا، فبدي أولادنا الصغار هم كمان يصلوا معنا يكونوا منتبهين في هاي اللحظات، لأنه أعظم إشي نحن بنعمله على الأرض هو القداس الإلهي، وهاي اللحظات اللي بندخل فيها في الكلام الجوهري. خلينا نسمع عظمة وعمق القداس الإلهي وخشوعيته، وخلينا نكون مع بعض بقلب واحد وفم واحد حتى نعمة ربنا تحمينا، تحمي بيوتنا، تحمي الوطن، وتحمي كل إنسان في العالم أجمع. أيها الرب إلهنا، يا من خلقتنا وأتيت بنا إلى هذه الحياة وأريتنا طرقاً للخلاص ووهبتنا إعلان أسرار سماوية، أنت الذي جعلتنا في هذه الخدمة بقوة روحك القدوس، فارتضي إذن يا رب أن نصير خداماً لعهدك الجديد، نخدم أسرارك المقدسة. اقبلنا بحسب كثرة رحمتك لدى اقترابنا من مذبحك المقدس لنصير أهلاً لأن نقدم لك هذه الذبيحة الناطقة غير الدموية عن خطايانا وجهالات الشعب.
حتى إذا تقبلتها على مذبحك السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب زكية ترسل لنا عوضها نعمة روحك القدوس. اطلع علينا يا الله وانظر إلى عبادتنا هذه وتقبلها كما تقبلت قرابين هابيل وذبائح نوح ومحروقات إبراهيم وخدم موسى وهارون الكهنوتية وتقديمات صموئيل السلامية، وكما تقبلت من رسلك القديسين هذه العبادة الحقيقية كذلك تقبل بفرض صلاحك يا رب من أيدينا نحن أيضاً الخطاة هذه القرابين، حتى إذا استحققنا أن نخدم مذبحك المقدس غير ملومين ننال أجرة الوكلاء الأمناء الحكماء في يوم مجازاتك العادلة الرهيبة. برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم. لروحك أيضا. لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر. يا الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آمن خالق الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس المطيع وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس على يمين الأب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنفذ من الأب الذي هو مع الأب والابن مسجود له ومسجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلام ذبيحة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. لنرفع قلوبنا فوق نشكر النيران لحق ووائل إنه لحق وعدل ولائق في الحقيقة بعظم جلال قدسك أيها الكائن السيد الرب الإله الآب الضابط الكل المسجود له
أن نسبحك ونمدحك ونباركك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك يا من أنت وحدك الإله الحقيقي، وأن نقدم لك بقلب منسحق وروح متضعة عبادتنا هذه الناطقة، لأنك أنت منحتنا معرفة حقك، ومن هو كفء لأن ينطق بجبروتك ويجعل كل تسابيحك مسموعة أو يخبر بجميع عجائبك في كل حين. يا سيد الكل، رب السماء والأرض وكل الخليقة المنظورة وغير المنظورة، الجالس على عرش المجد والناظر الأعماق، الذي لا بدء له، غير المنظور، غير الموصوف، غير المدرك، غير المستحيل، أبا ربنا يسوع المسيح الإله العظيم والمخلص رجاؤنا، الذي هو صورة صلاحك وختم مساو لك في الرسم، موضح في ذاته إياك أيها الآب، وهو الكلمة الحية والإله الحقيقي والحكمة التي قبل الدهور، والحياة والتقديس والقدرة والنور الحقيقي، الذي منه ظهر الروح القدس روح الحق وموهبة التبني وعربون الميراث المستقبل وبكورة الخيرات الأبدية والقوة المحية وينبوع التقديس، الذي منه تتأيد كل خليقة ناطقة وعقلية فتعبدك وترفع لك التمجيد السرمدي، لأن كل البرايا عبيدك، فإنه إياك تسبح الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش والربويات والرئاسات والسلاطين والقوات والشيروبيم الكثير العيون، ولديك ماثلون السرافيم محتفين حولك، لكل واحد منهم ستة أجنحة يحجب بجناحين وجهه وبجناحين رجليه وبجناحين يطير، ويصرخون أحدهم نحو الآخر بأفواه لا تصمت وتماجيد لا تفطر. وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين: قدوس 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 رب السباؤوت، ما السماء والأرض مملوءتان نهتف نحن الخطاة أيضاً مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر، ونقول: قدوس أنت حقاً وكلي القداسة ولا قياس لجلال قدسك، وبار أنت في كل أعمالك، لأنك بعدل وحكم حق جلبت علينا كل ما جلبت، فإنك أيها الإله لما جبلت الإنسان بأخذك تراباً من الأرض أكرمته بصورتك ووضعته في فردوس النعيم، ووعدته بحياة خالدة وبتمتع بخيرات أبدية إذ حفظ وصياك، لكنه لما عصاك أيها الإله الحق خالقه وانقاد إلى غواية الحية فأميت بزلاته، نفيته بحكمك العادل من الفردوس إلى هذا العالم يا الله، وأعدته إلى الأرض الذي أخذ منها مدبراً له الخلاص بإعادة الولادة بمسيحك نفسه، فإنك لم تنقض جبلتك التي صنعتها أيها الصالح مقتاً نهائياً، ولا نسيت عمل يديك، بل افتقدته على طرائق كثيرة بتحنن رحمتك، فأرسلت الأنبياء وصنعت قوات على أيدي قديسيك الذين أرضوك في كل جيل،
وكلمتنا بأفواه عبيدك الأنبياء، فسبقت وأخبرتنا بالخلاص المستقبل، وأعطيتنا ناموسا يعيننا، وأقمت ملائكة تحرسنا. ولما حان كمال الأوقات كلمتنا بابنك نفسه الذي به صنعت الظهور، الذي هو شعاع مجدك وصورة أقنومك وحامل الكل بكلمة قدرته، فلذلك لم يعتد مساواته لك أيها الإله الآب اختطافا، ومع كونه إلها أزليا ظهر على الأرض وخالط الناس، وبتجسده من العذراء القديسة أخلى ذاته آخذا صورة عبد، وصار مساويا لنا في هيئة جسدنا الوضيع لكي يجعلنا مساوين له في صورة مجده. فإنه لما كان بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت، ارتضى ابنك الوحيد الكائن في أحضانك أيها الإله الآب أن يورد من امرأة هي والدة الإله القديسة الدائمة البتولية مريم، ويصير تحت الناموس فيقضي على الخطيئة بجسده، حتى إن الذين يموتون بآدم يحيون بمسيحك. فتردد في هذا العالم وأعطانا أوامر للخلاص، وأبعدنا عن ضلالة الأوثان، وهكذا قدمنا إلى معرفتك أيها الإله الآب الإله الحقيقي، مقتنياً إيانا لنفسه شعباً خاصاً كهنوتاً ملوكياً أمة مقدسة، وطهرنا بالماء وقدسنا بالروح القدس، وبذل نفسه فدية للموت الذي كان مستولياً علينا أرقاء تحت الخطيئة، وانحدر بالصليب إلى الجحيم ليمتلئ الكل منه، فحل أوجاع الموت وقام في اليوم الثالث، ففتح لكل ذي جسد طريق البعث من بين الأموات، إذ لم يكن ممكناً أن يضبط عنصر الحلا في البلا، فصار بكورة الراقدين وبكراً من بين الأموات، لكي يكون هو الكل متقدم في كل الأشياء، وصعد إلى السماوات فجلس عن يمين جلالك في العلا، وهو سيأتي ليجازي كل واحد بحسب أعماله. وقد ترك لنا تذكارات ألامه الخلاصية التي نحن واضعوها الآن أمامك اتباعاً لوصاياه، فإنه في الليلة التي أسلم فيها ذاته فدية عن حياة العالم، فيما كان مزمعاً أن يخرج ماضياً إلى موته الطوعي المجيد المحيي، أخذ خبزاً في يديه الطاهرتين المقدستين ورفعه إليك أيها الآب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك أخذ الكأس من نتاج الكرمة ومزج وشكر وبارك وقدس، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري، فإنكم كل مرة تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي. فإذ نحن متذكرون أيها السيد ألامه الخلاصي، صلبه المحيي، دفنه الثلاثي الأيام، قيامته من بين الأموات، وصعوده إلى السماوات، وجلوسه من عن يمينك أيها الإله الآب، ومجيئه الثاني المجيد الرهيب، التي لك
مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. لأجل هذا أيها السيد الكل قدسه، نجسر نحن أيضا عبيدك الخطأ غير المستحقين الذين أخلنا لخدمة مذبحك المقدس، لا بالنظر إلى برنا لأننا لم نصنع شيئا صالحا على الأرض، بل بمجرد مراحمك ورأفاتك التي أفضتها علينا بسخاء ندنو من مذبحك المقدس. وإذ وضعنا رسمي جسد ودم مسيحك المقدسين، نطلب إليك ونسألك يا قدوس القديسين أن يحل بمسرة صلاحك روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، ويباركها ويقدسها ويوضح. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. بارك يا سيد هذا الخبز المقدس، واجعل أما هذا وأما هذا الخبز فجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين. الكريم نفسه. بارك يا سيد هذه الكأس المقدسة، وأما ما في هذه الكأس فدم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم. آمين. نفسه. آمين. باركهما كليهما يا سيد، المهرق من أجل حياة العالم وخلاصه. آمين. 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 وأما نحن المشتركين في الخبز الواحدة والكأس الواحدة، اجعلنا كلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة روح قدس واحد، ولا تجعل الاشتراك في جسد ودم مسيحك المقدسين لأحد منا لدينونة ولا لإدانته، بل اجعله لأن نجد رحمة ونعمة مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، من الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكرزة والمبشرين والشهداء والمعترفين والمعلمين وروح كل صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام وولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة، محافل الملائكة وأجناس البشر، أيها الهيكل المتقدس والفردوس الناطق فخر البتولية مريم، التي منها تجسد الإله آه
وهو إلهنا قبل الدهور، لأنه صنع مستودعك يا أرشان، وجعل بطنك أرحبا من السماوات. لذلك يا ممتلئة نعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك، ومع القديس يوحنا النبي السابق والمعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم وجميع قديسيك، فبطلباتهم افتقدنا يا الله، واذكر جميع الذين رقدوا على رجاء البعث للحياة الأبدية، جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين، والذين على فكر كل واحد منكم، وارحمهم حيث يشرق نور وجهك. أيضا نطلب منك يا رب أن تذكر كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية الممتدة من أطراف المسكونة إلى أطرافها التي اقتنيتها بدم مسيحك الكريم، وامنحها السلام، وثبت هذا البيت المقدس إلى منتهى الدهر. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين لأجلهم والذين بواسطتهم قدمت، والأسباب التي قدموها لأجلها. اذكر يا رب الذين يثمرون والذين يعملون في كنائسك المقدسة، والذين يفتقدون المساكين، كافئهم بمواهبك الغنية السماوية، وهبهم عوض الأرضيات السماويات وعوض الوقتيات الأبديات وعوض الفانيات الباقيات. اذكر يا رب الذين في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض، اذكر يا رب العائشين في البتولية والتقوى والنسك والسيرة الحميدة، اذكر يا رب ملوكنا المؤمنين الحسن العبادة الذين ارتضيت أن يملكوا على الأرض، كللهم بسلاح الحق بسلاح رضوانك، وظلل على رؤوسهم في يوم القتال، ارفع يمينهم وأيد ملكهم، اخضع لهم كل الأمم البربرية القاصدة الحروب، هبهم سلاماً وطيطاً لا ينتسع، بث في قلوبهم الخير والصالح لكنيستك ولكل شعبك، لنقضي في ظل أمنهم عمراً مطمئناً هادئاً على تمام حسن العبادة والتهذيب. اذكر يا رب كل رئاسة وسلطان وإخوتنا الذين في البلاط وكل المعسكر، احفظ الصالحين بصلاحك واصلح الأشرار بخيريتك. اذكر يا رب الشعب الواقف حولنا المتخلفين عنا لأسباب مرضية لديك، وارحمهم وإيانا بحسب كثرة رحمتك، املأ خزائنهم من كل الخيرات، احفظ جيزاتهم في سلام ووفق ووئام. رب الأطفال ونمهم، هذب الأحداث، شدد الشيوخ، عز الصغيرين النفوس، اجمع المتشتدين، رد الضالين وضمهم إلى كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية، اعتق المعذبين بالأرواح النجسة التي تعذبهم، رافق المسافرين في البر والبحر والجو، اعتني بالأرامل، اعضد اليتامى، انقذ الأسرى، واشفي المرضى. واذكر اللهم الذين في المحاكم والمناجم والمنافي والعبودية المرة والضيقات والشدائد والكوارث المتنوعة وكل المفتقرين إلى تحننك العظيم، والذين يحبوننا والذين يبغضوننا والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم. اذكر أيها الرب إلهنا كل شعبك، واسبغ على الجميع رحمتك الغنية، مانحا إياهم كل ما يطلبونه للخلاص. أما الذين لم نذكرهم نحن إما عن جهل بهم أو عن نسيان أو لكثرة الأسماء، فاذكرهم أنت يا الله
العالم بسن واسم كل إنسان والعارف كل إنسان من جوف أمه، فإنك أنت يا رب عون الذين لا عون لهم ورجاء اليائسين ومنقذ المكابدين أهواء الشتاء أهوال الشتاء ومن المسافرين في البحر وطبيب المرضى. كن أنت الكل الكل يا عالما بكل إنسان وبغيته وكل بيت وحاجته. نجي يا رب هذه البطريركية وهذه الأبرشية وهذه الكنيسة والوطن وهذه المدينة التي نحن ساكنوها وكل المدن والقرى من الجوع والوباء والزلازل والغريق والحريق والسيف ومن غارات الغرباء والحروب الأهلية. أذكر يا رب جميع الأساقف المستقيم الرأي القاطعين كلمة حقك باستقامة. أذكرني أنا أيضاً غير المستحق بحسب كثرة رأفتك، واغفر لي كل ذنوب الطوعية والكلية، ولا تمنع بسبب خطاياي نعمة روحك القدوس عن هذه القرابين الموضوعة. أذكر يا رب الكهنة والخدام في المسيح وكل الطغمات الكهنوتية، ولا تخزي أحداً منا نحن المحيطين بمذبحك المقدس. افتقدنا يا رب خيريتك وتجلى لنا برأفتك الغنية. هبنا الأهوية معتدلة نافعة، جد علينا بأمطار معتدلة صالحة لخصب الأرض. بارك إكليل سنة خيريتك، كف شققات الكنائس، اخمد تشامخ الأمم وإعجابهم، اقمع ثورات البدع سريعا بقوة روحك القدوس. اقبلنا جميعا في ملكوتك جاعلا إيانا أبناء للنور أبناء للنهار. هبنا سلامك ومحبتك أيها الرب إلهنا، فإنك قد منحتنا كل شيء. عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله عينينا. عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله عينينا. عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله عينينا. الذين قدموها والذين قدمت لأجلهم، أذكر يا رب عبيدك من أجل الصحة والسلامة والعافية والخلاص. أذكر يا رب أولاً أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً معافاً مكرماً مديد الأيام مفصلاً كلمة حقيقة باستقامة. اذكر يا ربنا بانا ورئيس كانتنا في استفارس، وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً معافاً مكرماً مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. يا جميع كافات والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن وعطنا أن نمجد فمن واحد وقلب واحد ونسبح بالإكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. آمين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك أيضا. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبح السماوي العقل المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئات من الرب نسأل ملاك سلام مرشداً أميناً حافظاً لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل
غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا أنت يا إلهنا يا إله الخلاص علمنا أن نشكرك حق الشكر على إحساناتك التي صنعتها والتي تصنعها معنا أنت يا إلهنا يا من قبل هذه القرابين طهرنا من كل الأدناس الجسدية والروحية وعلمنا أن نتم القداسة بخشيتك حتى إذا حصلنا على نصيب في مقدساتك بشهادة من ضمائر نقية نتحد بجسد مسيحك ودمه المقدسين وإذا اقتبلناها عن استحقاق نحو المسيح ساكناً في قلوبنا ونصير هيكلاً لروحك القدوس نعم يا إلهنا لا تجعل أحداً منا غريماً لأسرارك هذه الرهيبة السماوية ولا ضعيفاً لا نفساً ولا جسداً بتناوله إياها على غير استحقاق بل امنحنا أن نقتبل إلى آخر نسمة من حياتنا النصيب في مقدساتك عن استحقاق زاداً للحياة الأبدية وجواباً حسن القبول لدى منبر مسيحك المرهوب لكي نصير نحن أيضاً مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر شركاء في خيرياتك الأبدية التي أعددتها للذين يحبونك يا رب وأهلنا أيها السيد أن نجسر بدالة على أن ندعوك أباً غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل آن وإلى دار الدائرين السلام لجميعكم لروحك أيضا لنحني رؤوسنا للرب أيها السيد الرب أبو الرأفات وإله كل تعزية بارك الذين أحنوا لك رؤوسهم قدسهم واحرسهم وحصنهم وقوهم ابعدهم عن كل عمل شرير ضمهم إلى كل عمل صالح اجعلهم مستحقين للاشتراك في أسرارك هذه الطاهرة المحية بلا دينونة لغفران الخطايا ولشركة الروح القدس بنعمة رفاق ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه وما رأيك لكل قصص صالح صانع الحياة الآن كل وان وإلى دار الدائرين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني فلنصلي
نصغي. المقدسات للقديسين قدوس يسوع المسيح حكمة الله وسلامه وقوته، يا من أنت وحدك نقيا وعادم الفناء، يا من لأجل حنو محبتك للبشر التي لا توصف أخذت عجنتنا بكاملها من دماء التي ولدتك ولادة تفوق الطبع النقية البتولية بورود الروح الإلهي ومسرة الآب الأزلي، يا من بحسب البشرة التي أخذتها افتديت الآلام المحية الخلاصية الصليب والمسامير والحربة والموت، أمت آلام جسد المفسدة للنفس، يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم، ادفن بالأفكار الصالحة مشورات الرديئة وشتت عني أرواح الخباثة، يا من بقيامتك المحيية ذات ثلاثة أيام أقمت الجد الأول الذي سقط، أقمني أنا الزالق بالخطيئة واضعا لي وجوه التوبة، يا من بصعودك المجيد اللهت البشرة التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب، أهلني بتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين، يا من بحضور الروح المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة أوضحني إناء لوروده، يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكونة بالإنصاف، ارتضي يا صانعي وجابلي بأني وأنا أيضا أستقبلك في السحب مع كل قديسيك لكي بغير فتور أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء لها وروحك الكلي قدسه الصالح والمحي الآن وكل أوانا وإلى دهر الداهرين آمين. أيها المسيح أغضي واترك واصفح لي عن ذنوبي كلها التي أخطأتها إليك إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر طوعيا أو كرهيا بمعرفة أو بغير معرفة، فاغفر واغفر واصفح لي عنها كلها بما أنك الصالح والمحب البشر وبشفاعة والدتك الكلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، ارتضي أن أقبل جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكار الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. لقد وقفت لدى أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من زكيت العشار ورحمت الكنعانية وفتحت للصي أبواب الفردوس، افتح لي حنوة محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزانية والنازفة الدم، لأن أما تلك فبلمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما الأخرى فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا الذي يرث لي فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملته لا أحترق، بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي وألهب جراثيم خطيئتي بشفاعة التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى الأبد أمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ من الذين أنا أولهم. أؤمن أيضاً أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي وطوعيتي والكراهية التي بالقول والتي بالفعل التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة والغفران خطايا والحياة الأبدية آمين. ها أنا ذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فأنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة، اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك
ولا أعطيك قبلة غشة مثل يهوذا، لكن كلصي أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك، لكي وأنا متهلل أعظم حضاريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر، يبكتني لباسي لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي، وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تكن لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد وتقديسهما، ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله، وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كلصي أعترف لك هاتفا، أذكرني يا رب، أذكرني يا سيد، أذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. أيها المؤمنون لنسبح تسبيحة الشكر لإله الكل المحسن، لأنه أقام لنا قرن خلاص، أي مملكة عزيزة مناضلة عن الرأي القويم. المؤمنون لنسبح تسبيحات الشكر لله الكل المحسن، لأنه أقام لنا قرن خلاص، أي مملكة عزيزة مناضلة عن الرأي القويم. المجد لك يا إلهنا، المجد لك، لقد ظهرت للمسكونة النعمة الإلهية بالحقيقة، واستعلن لنا مجد وكرامة، فقد تطربت الكنيسة، فقد تطرب الكنيسة إذ قبلت حلة وحلة عريتها أيضا. المجد لك يا إلهنا، المجد لك، إن ثوب المسيح المشقوق من يوحنا فاعل السم المضل قديما، قد نسجته الآباء الإلهيون بضاح وسلموا إلى الكنيسة سليما. المجد لك يا إلهنا، المجد لك، إن الكنيسة تفرح مسرورة بحصولها على صورة المسيح، وترتكد طربا مع أولادها كمستبيلة منه جوائز الغلبة وعلامات الرأي القويم. المجد لك يا إلهنا، المجد لك، فليخسى إذن ويخشى النكر والإيمان المفتنون بتوحش، وهم ليزكس اللئيمة وأنطونيوس ما يوحنا وثيودوروس السيء الاعتقاد جميعا. أبنائي، اليوم الكنيسة كمان منعيش أحد الأرثوذكسية اللي هي أحد رفع الإيكونات المقدسة، ونحن اليوم بعد ما نخلص المناولة بدنا نعمل دورة في الكنيسة بالإيكونات المقدسة. رح نبلش من رواق الكنيسة ونمتد لكل زوايا الكنيسة اللي فيها، رح نحكي دستور الإيمان، نرفع الإيكونات المقدسة، ونشكر ربنا على نعمة الإيكونة اللي أعطانا إياها في الكنيسة، مصدر للعجائب، اللي منها عجائب بتصير دائما باستمرار. وبدي أطلب منكم إشي، ما تسمحوا لأي فكر يدخل لأفكاركم غريبة عن إيماننا، مثل يحكولكم ما تزوروا الإيكونات لأنه من خلالها رح يصير في مرض، أو يحكي لكم ما تجوش على الكنائس لأنه في الكنائس رح يصير مرض. انتبهوا، الشيطان أي ظرف بمر فيه العالم بيستغله
حتى يمشي مخطط الشيطاني. إن تكونوا حكماء ونحن أباءكم الروحيين مننبهكم بكل محبة في قلبنا لإلكم ولخلاصكم. أوعكم تنجرفوا ولا هاي الكلام ولا هذا الكلام. أوعوا يخطر بذهنكم أي فكر بسيط إنه نحن منتناول من معلقة واحدة. أوعكم أبنائي. منحكي يتناول عبد الله جسد ودم الرب والمخلص يسوع المسيح لمغفرة خطاياك، لحياتك الأبدية وشفاء النفس والجسد. 2000 سنة والكنيسة بتناول، وما عمره إنسان واحد طول مسارها ما انعدى. أوعكم تدخل هاي الأفكار في أي ذهن واحد منا. مرأة أوبئة أو أمراض كتير أخطر من الأمراض من كورونا ومن كل إشي بنسمعه. نعم نحن رح نأخذ احتياطاتنا، الاحتياطات اللي بيحكونا إياها، النظافة الشخصية، الإيدين، عدم التقبيل، شو إيش بيشوفوه هن بخدوه، ولكن نحن بدنا ننتبه ما يصير عنا ذعر وخوف ما يأثر على إيماننا المسيحي وعلاقتنا مع الكنيسة وربنا وأسرار الكنيسة. وهم إشي نتطهر من وسخ الخطايا، توبة. إذا فرجينا توبة لربنا، ربنا رح يحمينا، ما في خوف. في البيت التائب، في المدرسة التائبة، في المؤسسة التائبة، في وين في توبة، المسيح حاضر بطهر وبشفي من كل المخاطر والأمراض والضيقات. آخر شيء فكرة، اليوم بأحد الإيكونات، كمان نحن في أحد الإيكونات منكرم إيكونة الله اللي في كل واحد فينا. عشان هيك اليوم الكنيسة بتنبهنا كيف تكون علاقتنا بالقريب ومن هو القريب بالنسبة إلنا. كل أخ إنسان هو القريب بالنسبة إلنا، علينا أن نحبه، نتعامل معه بمحبة وبرأفة. ننتبه على هذا الشيء، علاقتنا ببعضنا البعض تكون علاقة سليمة ومتينة، لأنه هاي هي إيكونة إلهنا المتجسد اللي هو تجسد من أجلنا، لبس صورتنا حتى يألهها يقدسها. فبالتالي كل واحد منا بيحمل صورة الله. أبنائي كل سنة وأنتم سالمين، نعمة ربنا تكون معكم. نتناول بهدوء، نحضر الدورة بهدوء، ونذهب بسلام، نعمة وبركة. أمين. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. أمين أمين أمين. الله الرب ظهر لنا مبارك. يناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح لشفاء النفس والجسد. تناول أمام الله يا نساء ويا مريم قديما قد عاند موسى واضيع الشريعة فازوا ولنا يوحنا المظل ما لمغفرة الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول أمام الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لشفاء النفس ومغفرة الخطايا والشريعة. المجد لك يا إلهنا المجد لك أمام الله جسد ودم لمغفرة الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول أمة الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لشفاء النفس والجسد. اعترفوا للرب. تناول أمة الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول أمة الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول أمة الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. يناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. تناول أمة الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول أمة الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول أمة الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد. تناول أمة الله جورجيت جسد ودم ربنا وإلهنا لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد.
عبدنا والعبد الله الراهب صاب جسد ودم بمغفرة خطاياكم رحمة الأبدية يناول ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية وشفاء النفس والجسد ما يصنع بي تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية وشفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك حياة أبدية شفاء النفس والجسد يناول عبد الله جسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك حياة أبدية شفاء النفس والجسد يناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لشفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك رحمته تناول الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية رحمته تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء الناس لمغفرة خطاياك رحمته هللويا تناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك تناول جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد يناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا نور وجهك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله سهيل جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا عن كل ما أعطاني الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك إلى النفس والجسد رحمته ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد يناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد
خالق السماء والأرض لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمرك الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمرك الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمرك الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمرك الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمرك الله جسد ودم لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد يناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمر الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمرك الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد تناول أمرك الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد يناول عبد الله موسى جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك الحياة الأبدية شفاء النفس والجسد يناول عبد الله مايكل جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك إن هذه قد لمست شفتاكم فتطهر خطاياكم وتمحو أثامكم خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك قد نظرنا النور الحقيقي واخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنزد للثالوث الغير المنقسم لأنه خلصنا نشكرك أيها الرب إلهنا على تناول أسرارك المقدسة الطاهرة السماوية غير المائتة التي منحتنا إياها إحساناً وتقديساً وشفاءً لنفوسنا وأجسادنا فأنت يا سيد الكل حب أن تكون لنا شركة جسد ودم مسيحك المقدسين لإيمان غير خازن ولمحبة بلا رياء وللامتلاء من الحكمة ولشفاء النفس والجسد ولطرد كل مضاد وللعمل بوصياك ولجواب مقبول لدى منبر مسيحك المرهوب ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض تبارك الله إلهنا كل حين لا نأكل وان وإلى دار الدائرين أمين ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة احفظنا في قداستك لهجنا طول النار ببرك هللويا 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 أسرار المسيح الإلهي المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحيية الرهيبة فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر نشكر رب دائما عضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم
بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب، لأنك أنت هو تقديسنا، لأنك أنت تقديسنا، ولك نرسل المجد الآب والبر القدس لا نكر دار الدائرين. اخرج بسلام الى الرب نطلب. كيريليسون باسم الرب بارك ايها السيد القديس. يا رب يا من يبارك الذين يبارك، قدس الذين تخلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ ملاك القدس الذي يحبون بها بيتك، انت اشرفهم وذلك قدرتك الالهيه. ولا تخذلنا نحن المتكلمين بسلام العالمك لكنائسك الكهنة ملوكنا جل كل شعبك، فأنك لعطية صالحة كل متكامل يا من علام حدرة للركاب الأنوار، فلك النصر المجد وشكر السجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الدائرين. أمين. لقد تم وانتهى على قدر طاقتنا سر تدبيرك أيها المسيح إلهنا، فإننا قد حصلنا على تذكار موتك ونظرنا رسم قيامتك وامتلأنا من حياتك التي لا منتهى لها، وتمتعنا بنعمتك بنعيمك الذي لا ينفذ، فارتضي أن نستحقه كلنا في الدهر الآتي أيضاً بنعمة أبيك الذي لا بدء له وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. لنسبح نحن المؤمنين ونزود للكلمة المساوي للأب والروح في الأزلية وعدم الابتداء، المولود من العذراء لخلاصنا، لأنه سر بالجسد أن يعلو على الصليب ويحتمل الموت وينيض الموت بقيامته المجيدة، لأيقوناتك الطاهرة أيقوناتك الطاهرة نسجد أيها الصالح، ملتمسين الصفحة عن زلاتنا أيها المسيح الإله، فإنك سررت بإرادتك أن تصعد بالجسد على الصليب لتنقذ من جبلتهم من عبودية العدو، إذا بشكر ناتف لك ملأت كل شيء فرحا يا مخلصنا، لما أتيت لكي تخلص العالم. مبارك مجد الرب في مكانه المقدس كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. هذا شكر سنوي للإله متوجب من يوم تسلمنا فيه كنيسة الله مع براهين معتقدات التقوى ومحو الحداد الخباثة الفكرية. أنا لا أقول أقوال نبوية لنحن المتبعين ولنصائح رسولية خاضعين وقصصا إنجيلية متثقفين واليوم التجديدات معيدين، وبهذه الابتهالات والزياحات لسنا فقط بمسرورين بل أيضا معا متهللين وبمزامير وناشيد هاتفين.
لصورتك الطاهرة نجد أيها الصالح طالبين مغفرة زلاتنا أيها المسيح الإله لأنك ارتضيت أن تعلو على الصليب لتنجي الذين جبلتهم من عبودية العدو لذلك بشكر نهتف إليك لقد ملأت كل الخلائق فرحا يا مخلصنا لما أتيت لخلاص العالم ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم كيريا ليسوي. أيضا نطلب لأجل المتقين والمسيحيين الأرثوذكسيين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم أيضا لأجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس أساقفتنا كريستوفوروس وكل إخوتنا في المسيح لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. أؤمنوا بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى المعترفون بالحضور الجسدي لله الكلمة بالقول بالفم بالقلب والعقل والكتاب والإيكونات فليكن ذكرهم مؤبدا فليكن ذكرهم مؤبدا العارفون بأن للمسيح قنوما واحدا بعينه في الجوهر مختلفا ويوقنون بالمخلوق فيه وغير المخلوق المنظور وغير المنظور المألوم وغير المألوم المحدود وغير المحدود فأما إلى الجوهر الإلهي فيطابقون ناسبين إليه غير المخلوق وما كان بذلك شبيهاً وأما إلى الطبيعة الإنسانية فالأشياء الأخرى والمحدود متفقين على رضا ومؤيدين له بكل من القول ورسم الأيقونات فليكن ذكرهم مؤبداً يلا طلب لصورتك الطاهرة نسجد أيها الصالح ملتمسين الصفحان زلاتنا أيها المسيح الإله فإنك سررت بإرادتك أن تصعد بالجسد على الصليب لتنقذ من جبلتهم من عبودية العدو لذا بشكر نهتف لك ملأت كل شيء فرحا يا مخلصنا لما أتيت لكي تخلص العالم لأيقونتك الطاهرة نسجد أيها الصالح ملتمسين الصفحة عن زلاتنا أيها المسيح الإله فإنك سررت بإرادتك أن تصعد بالجسد على الصليب لتنقذ من جبلتهم من عبودية العدو لذا بشكر نهتف لك ملأت كل شيء فرحا يا مخلصنا
لما أتيت لكي تخلص العالم. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون. وأيضا نطلب لأجل الذكر المغبوط والراحة الأبدية لنفوس جميع الراقدين على رجاء القيامة والحياة الأبدية من الملوك المتقين والبطاركة والرؤساء الأساقفة والأساقفة، رؤساء الكهنة والكهنة والكهنة المتوحدون، رؤساء الشمامسة والشمامسة والرهبان والراهبات وجميع المسيحيين الأرثوذكسيين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أيضا نطلب لأجل الذكر المغبوط والراحة الأبدية لنفوس جميع الذين من أجل الإيمان والوطن ناضلوا بمجد فسقطوا من آبائنا وإخوتنا. كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون. لأنك أنت القيام والحياة والراحة لعبيدك الراقدين أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع التمجيد وإلى أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من لا ينحق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على أقلاص البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما بالكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات المؤمنون والكارزون أي المبشرون بالأقوال في كتب والأحداث في أشكال، وأن كل واحدة منها إلى فائدة مآلها فبأقوال الإعلان وبأيقونات تثبيت الحق، فليكن ذكرهم مؤبدا فليكن ذكرهم مؤبدا. المقدسون الشفاء بالكلمة، ثم السامعين بواسطة الكلمة، عارفون وكارزون أنه على السواء تتقدس بالأيقونات الموقرة الحاضن الناظرين، ويرتقي بواسطة العقل إلى المعرفة الإلهية مثلما يرتقي بواسطة الآيات الإلهية والأواني المقدسة والموروثات الكنسية الأخرى من نفائس وذخائر مكرسة، فليكن ذكرهم وأبدا في صورة أيقوناتك الطاهرة نسجد أيها الصالح ملتمسين الصفحة عن زلاتنا أيها المسيح الإله، فإنك سررت بإرادتك أن تصعد بالجسد على الصليب لتنقذ من جبلته من عبودية بكر الناتف لك ما لا تكل شيء فرحا يا مخلصا
ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. وأيضا نطلب لأجل كل رئاسة وسلطان في هذا البلد، ولأجل جندنا المحب المسيح الموجود برا وبحرا وجوا، وكل أمتنا المباركة بأجمعها. يا رب، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب لأجل الرحمة والحياة والسلام والصحة والخلاص والافتقاد والمسامحة وغفران خطايا عبيد الله وجميع المتقين والمسيحيين الأرثوذكسيين الساكنين والموجودين في هذه المدينة، وأبناء الرعية المشاركين والمكرسين لهذا الهيكل المقدس الكلي الوقار، وكل الذين يتعبون ويرتلون فيه. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن، مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء. الضليعون من أن العصا واللوحين والتابوت والمنارة والمائدة والمجمرة سبقت فرسمت الكلية القداسة وصورت مسبقا والدة الإله مريم بتولا، وأن هذه الأشياء وإن تقدمت فعبرت عنها، فما صارت تلك هذه إنما صارت فتاة وتقيم بعد الولادة لبتولا وتدوم، فمن أجل ذلك أولى بها في رسم الأيقونات أن يرسمونها فتاة ولا يصوروها بعد بالرمز ضلالا، فليكن ذكرهم مؤبدا. العارفون والمتقبلون والمؤمنون بأن الرؤية النبوية كان الروح الإلهي ذاته يشكلها ويصوغها كما عينها مصاف الأنبياء وأخبر بها، وأنما التسليم على ألسنة الرسل ومنهم إلى الآباء قد سمعوا بها كان مكتوبا أم غير مكتوب، وأنهم له الحافظون، فمن أجل ذلك هم للمقدسات مصورون وإياها مكرمون، فليكن ذكرهم مؤبدا. نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. وأيضا نطلب لأجل حفظ هذه المدينة وكل مدينة وقرية من السخط والمجاعة والزلزلة والغرق والنار والسيف وغارات القبائل الغريبة والحرب الأهلية. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. لأجل أن يكون لنا إلهنا الصالح والمحب البشر
صفوحا عطوفا وسهل المصالح ليصرف ويبعدنا كل غضب ثائر علينا وينقذنا من وعيده الدائم ويرحمنا. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين على البحر بعيدا، وصنهم سالمين معافين في البحر بعيدا، وكن يا سيد شفوقا علينا غفورا لخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة الآتية. كما علموا والكنيسة كما تسلمت والمعلمون كما حددوا العقائد والمسكونة كما اتفقت معا على الإيمان رأوها والنعمة كما تألقت والحق كما تثبت والكذب كما أقصي والحكمة كما استعلنت والمسيح كما كافى، هكذا نعتقد هكذا نتكلم هكذا نكرز بالمسيح إلهنا الحقيقي، وإنا لمكرمون قديسيه بأقوال بمؤلفات بمدلولات بذبائح بأياكل وبرسم أيقونات، أما هو كإله وسيد مطلق فنحن له ساجدون وإياه عابدون، أما هم فيجد السيد المشترك خدام له مخلصين فنحن لهم مكرمون والسجود وفقا للعلاقة مقدمون. هذا إيمان الرسل، هذا إيمان الآباء، هذا إيمان الأرثوذكسيين، هذا الإيمان قد وطط المسكونة، فعلى ذلك نمدح أخويا وباشتياق أبوي الكارزين بالتقوى لمجد وكرامة التقوى التي في سبيلها جاهدوا الملوك المتقين المدافعين عن الأرثوذكسية والبطاركة أصحاب القداسة ورؤساء الكهنة والمعلمين والشهداء والمعترفين، ولنقل فليكن ذكرهم مؤبدا فليكن ذكرهم مؤبدا. إنا إلى الله لمتوسلون، لا أن نتهذب بتعاليم ومكافحات وجهادات هؤلاء في سبيل التقوى حتى الموت فحسب، بل أيضا أن نثبت عليها، وإنا إليه لضارعون النظر مقتدين بسيرة تصرفهم حتى النهاية كي نحسب أهلاً لما نلتمسه. برافة ونعمة المسيح رئيس الكهنة العظيم والأول إلهنا الحقيقي وبشفاعة الفائقة المجيدة سيدتنا والبتولية بطرية مريم والملائكة ذوي الباء مثل الله وجميع القديسين. آمين. بارك يا سيد الدخول المقدس. مبارك الدخول إلى مقدسيك كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. هو الله
وبركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا. المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك يا سيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل للحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتدرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب، أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسني الظفر، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديس سمعان القابل الإله وذيوذروس، وأباء والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادل الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وأكيم محمد، وأبينا الجليل القديسين باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية الكابادوك، المظهر الأمور الإلهية والذي أقام خدمة القداس الإلهي وتذكار الوجود الأول والثاني لهامة القديس يوحنا النبي الصادق والمعمدان الذي نقيم تذكاره اليوم، وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح المحب البشر. صلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إله نرحمنا وخلصنا. صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع نرحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة ومباركة وبالقداسة. كل سنة وانتم سالمين أبنائي. بركة الإيكونة نعمة المسيح أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين والقديسات يرافقوا كل بيت من بيوتنا ويكونوا حاضرين فيه حتى يحموه بشفاعتهم لدى الرب الإله. كل سنة وانتم سالمين. كل سنة سالمين.